السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة والعافية جميع المتمنيات المغاربة، الله يحفظهم جميعا، لا في المغرب ولا في الديار الأوروبية. أجيو تشوفوا معايا أحلى حلة، أحلى جمالية، رونق جميل، بلاطو فريد من نوعه. السلام عليكم. الرحلة ديالي في الدومين ديال الديكور والأثاث بدأت هذه 10 سنين، المدة اللي واجهت فيها بزاف ديال التحديات والصعوبات، ولكن هذا الشيء الحمد لله ما كانش عائق. من خلال الخدمه النقيه اللي كنديروها، كل حب وعطاء وفضل ليكيب المبدعه اللي خلات الناس يثقوا فينا وعطاونا دافع كبير باش نكونوا معكم، وتمكننا الحمد لله من تاسيس يوبيتيس اللي حققنا فيها بزاف ديال المتمنيات، ومازال الخير القدام ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذه القصه باش نحفزكم ونبين لكم بلي راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، خاصك تخدم وتضرب تماره وتنوض في الصباح وتوكل على الله، وما تنساوش بلي راه اليقين في الله والصبر والمثابره هي نبدا من المبادئ الاساسيه اللي يمكن لها توصلكم كاع داكشي اللي بغيتو. اي واحد شاف هذا الفيديو كنقول له شوف ما طيحش لاكارد وخليك مستمر في الحياه، وان شاء الله ما يكون غير خير، والله يجيب التيسير للجميع. تبارك الله عليكم. عزات عزك، واخا تكون كتبيع غير النعناع وهذه مهمه في الحياه، كنقالها حتى لعلاج الله يرحمه، بمعنى بنادم ما يبقاش يقول لك انا خدام غير بلومبي، ولا انا خدام غير صباغ، ولا انا غير فنان، ولا انا صحفي، ولا لا. عزها اي حاجه درتيها مهما كانت صغيره راه عندها قيمه في الحياه، كل ما درتيها زوين وتقنتيها كيتسمى فنان. علاش حنا صناعيه رغم اننا كنخدموا الخدمه ونقادوها ونصوروها لقطه بلقطه ونمونطيوها ونوصلوها حتى لعندك، ونتمناو من عند الله سبحانه وتعالى يعجبك الفيديو وما نلقاو لا زيم لا اكسبلور لا حتى شي لعبه، والدليل ها هو قدامك وشوف بعينك. علاش علاش زعما علاش؟ واش صناعية خفتو يتسهروا ولا خفتو يديروا؟ ولا شفتي شي حاجة زوينة بنادم حط شي تحفة من يدو ما فيها باس تكليكي على لافيشور غتخلص عليها شي حاجة؟ وباز صاحبي وحق الله عيب عيب، والله ما كنتهلاو في وليدات بلادنا. هادشي راه كنديروها الخوت غير باش نحافظوا على التراث ديالنا ونوصلوا الخدمة ديالنا للعالم وتحرك على الصناعية. بدونك هذه الحياة فراغ، بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا، على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شذا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا، وفي الروض حين تفتح ثغرا وما سنضير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة، رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى، وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا، رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زاها في علاه، تعاليت لا لن أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى، أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى، وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه، فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سواه، لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة، لأجلك أحيا لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة، بدونك هذه الحياة فراغ، بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا، على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شذا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا،
وفي الروض حين تفتح ثغر وماس النظير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة. رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى، وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا. رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زاها في علاه، تعاليت لالا أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى. أحبك والخوف يملأ قلبي، فهل لجنان غدا مبتغى؟ وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه. فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سوى لأجلك. اهلا وسهلا، اهلا زبناء ديالي، اهلا متتبعين ديال خليل، مرحبا بكم، 100,000 مرحبا في لاباج عندي. حنا الفيديوهات اللي مشاو لنا كاملين حنا تنرجعوا فيهم بشويه بشويه. هذا الفيديو بغيتكم نتوما المتتبعين ديال خليل، لا اللي في الجاليه ولا اللي في المغرب من طنجه للكويره، غتسمعوا واحد المفاجاه جد ساره والحمد لله. نديروا واحد القرعة جميلة جدا، ولكن بين قوسين علاش نديرو هاد القضية. هاد لاباج ديال خليل الأولى اللي كانت عنده وقع فيها مشكل، ولكن استدركنا الفيديوهات الحمد لله، هاهما بداو يتفرماو في الانستغرام، هاهما غتوليو تشوفوهم في الفيسبوك، في اليوتيوب الفيديوهات اللي عندي، وفي تيك توك. فجأة شنو هي؟ هو واحد الكادو جميل جدا، وهذا الكادو ان شاء الله يا ربي لجميع المتتبعين ديالي. اي شخص، اي زبون دار لايك ودار كومونتير وبارطاجا مع العائله، اوتوماتيكمون حنا في لاباج غطلع عندي كوم كوا لي كليون كاملين غيطلعوا عندي، منهم غندير قرعه والله شاهد عليا. اي واحد كان من المحظوظين غنعطيه واحد الكادو جد مهم. الكادو ماشي عادي، الكادو فيه ثلاثة د الحوايج، يا إما تلية من النوع الممتاز في الصالون، يا إما تلية في السيجور من النوع الممتاز، يا إما غنعطيكم زربية في السيجور، يا إما زربية في الصالون، يا إما طابلو في المستوى رافع يكون عندكم في الصالون ولا في الريسبسيون. القرعة غنديرها لكم مباشرة، غتكون لايف، عبارة على لايف. ولي تهزت من داك المحظوظين بصحته وراحته، الله يجعلو تكون تريا زربيات الصالون طابلو من نوع رافي بصحتكم وراحتكم وطول العمر. انا راه الاشاره من احسن وارقى الكادويات ان شاء الله في الليله ديال 27 غتاخذوه ان شاء الله. ما بقاش الوقت، دخلوا لاباج عندي وهادشي اللي قلت لكم، وانا مستعد لاحسن كادو. تبارك الله عليكم، بون ويكند للمغاربة جميعا، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.